صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1444 للهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1444 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة 1444 هجرية الموافق للسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من يونيو 2023 ميلادية، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة يتم التعويض عنه بيوم الأحد الموافق للثاني من يوليو 2023.